انا باوقات الفراغ بالتسعينات كنت ادرس احيانا علم النفس، نعم، الامور الاجتماعيه، اقرا هواي من هذا النوع. يعني انا من قالها شفت الدزوليا الفيديو، نعم، عاينت على تقاسي موجه، هو ما مرتاح لهذه الكلمه، فيمكن كان يريد يرضي اناس اخرين، بس باسم اطيب واكبر من ان يقول هاي الحكايه، ما يقولها يعني.